شكرا. يلا بسم الله. ناخذ واحد الدجاجة. دجاجة مغسولة مزيان. نعم. ناخذ الثومة كندقوها مزيان ما كنحكوهاش، لحقاش كل حكيناها كتجي باينة. كناخذ الكسبر ما كنديروش، كناخذ طفلة مفرومة قطعة. المهم الثومة كنديروا شوية ديال الزعفران، زعفران شعرة. نعم. وشوية الإبزار. تسمعي؟ شوية الإبزار. مليحة. شوية سكينجبير. لا هذا في الاول كنجبرو الابزار والملح. نعم. وقطيرة تاع الزيت العود والزيت الاخر عادي يعني ما كنكثروش. كنخلصو هذيك هذيك الطغميرة ديالها. كندهنو بها الدجاجة. نعم. كندهنو بها الدجاجة كندير واحد كنزيد واحد نصف كاس تاع الزيت. كنديرو في الطنجرة. كبدي تقلى داك الشيء كتبدا تشحر البوطة على العافية من هي لا ما كنديروش البصلة. أييه. البصلة حتى كنحاولوا نمرقوا الدجاجة. كندهنوها دابا كما قلت وكنحطوها في الطنجرة وكنمرقوها حتى كتشحر شوية كتبدا تشمع راسها. صافي كنمرقوها ومن بعد كنزيدوا عليها البصلة. أييه إذا البصلة كتخليها حتى كتشد ديك المرقة راسها. حتى كتشد راسها حيت إلا درناها في الأول غادي تبقى تلصقنا البصلة في الطنجرة. والدجاجة هذيك الدجاجة غادي تطير لي هذاك الوجه ديالها. نعم. صافي كنخليوها حتى كتقلى مزيان داكشي وكنمرقو وكنضيفو البصلة عاوتاني عاد كنرميو البصلة. وكنخليو داكشي كيطيب حتى كطيب الدجاجة مزيان كطيب كنهزوها كنحطوها في شي بلاصة كتسكر. وهو كنشدو هذيك لاصوص وكنشدو هذيك لاصوص بعدا كندوروها في إما شي شبكة ولا شي حاجة كتسقي تعقيها بالمعلقة. إييه. كتعقيها بالمعلقة وكتخليها كتفوق العافية ملي كتعقي هذيك البصلة كلها كتهبط ما كتبقاش لنا باينة. كتبقاش لنا باينة كنبقاو ندعقوها مزيان حتى كتهبط هذيك سميتها البصلة. كتهبط البصلة كتجي لاصوص ديالها خاطرة. ومن بعد ملي كنهبطو هذيك لاصوص بهذيك الشبكة كنصفيوها هذاك الشيء كندوزو عاوتاني كنشدو هذاك الكبدة طريفات صغار. كبدة كان ديك القشاوشات كنقولو ديال الدجاج. اييه القشاوش ديال الدجاج. طريفات صغار. كنرميوهم راه حنا محيدين الدجاجة كلشي الدجاجة ما كطيب دابا راه هادي غير المرقة الدغميرة. المرقة كنزيدو عليها الدغميرة وصافي كنخليوها كيطيب من حدا داكشي كيطيب. هي من الأفضل نخليو الكبدة هي التالية لحقاش كطيب دغيا كطيب. دغيا كطيب نسبقو العنقة والقنيصات نديرهم هما الأولين نحيدوهم. نخليهم كيطيبو زعما كنقربو نتفرج عليها نرميو الكبدة. واخا ياك ملي كتبدا تلبى هذيك لاصوص كتبدا تخسر كتبقى طيب طيب تخسر وصافي هذا وكنزيدو عاوتاني الطريفات ديال على حساب الناس اللي بغاو الحامض. اييه ولا الزيتون ولا على حساب الذوق. الله يعطيك الصحة. وهذا عرفتي شنو هذا درت لنا تبقى تختار مزيان عاد نبدا ندير نور الكبدة. هذه درت لنا يعني ما نرميوهاش الناس قبل باش ما تطلقش لهم هذيك الزروقية ديالها المرقة ما تجيش زرقاء. بصح هذه دابا درتي لنا الدجاجة بالدغميرة ديال الأفراح. ديال الافراح يعني الكبده اللي المهم عليها الكبده ما كنديروهاش في الاول طيب حيت ملي كنديروها طيب كتبين لاصوص واحد الشكل كتعطيها النكهه ديالها زوينه. نعم. تخليها ابار الا بغى الانسان الكبده كاين الناس اللي كيبغوا الكبده كنخليوها ابار من بعد عاد كنديروها. اييه وتبارك الله عليك. التغميره زوينه غزاله غتجي غزاله رائعه. نعطيكم نعطيك اختي اسماء شي طاجين باللحم دابا معنا واخا يلا ناخذهم من عندك ولكن الا غنسربيو لانه معنا اخواتهم على الخط باش يلا نوصلوا نعطيوهم حقهم. بغيتي نخليوه المره اخرى اللي بغيتي غنقولوا لك دغيا يلا ناخذوا من عندك طاجين دلفت. ناخذوا كيلو اللحم ديال المنج ولا حسب القياس الناس اللي بغاو. ناخذوا القياس اللي بغاو على حسب ذوق الانسان. حنا ما المهم كنديروا له واحد البيطه مفرمه. فرومة مزيان مقطعة طريفات صغار رويس ديال التومة ما نكثروش شوية تاع الزهر شوية سكينجبير. أنا ما كنكثرش على طريحة لحقاش أنا كندير الطبخ كوزينة مزيان. وكنديرو شوية التومة وشوية ديال السكينجبير راس المعلقة. وهداك الشيء كنخليه كتقلى وشوية ديال القرفة راس المعلقة ديال القرفة شوية كنقليو داك الشيء مزيان اللحم على عافية مهيلة.
من بعد العافيه ديالها كنمرقوها، كنمرقوا القياس اللي غادي نديرو. وكنكونوا ملق اللفت منقيينه والحمص كيكون عندنا على جنب، حمص على حساب الناس اللي يبغاو. المهم وسميتو، وكنزيدوا عليها اللفت ونديروا الحمص. الحمص اول الحمص كنرميوه، كنسدو عليه واحد شويه على ما يدخل له الطياب، غير شويه ما شي ثلث ساعه هكاك ما كاملش، كنسدو عليه على ما يدخل الحمص الطياب، كنرميو اللفت وكنعاودو نسدو عليه صافي كيطيب. ما كنعاودوش نزيدو اختي ثاني الماء والملح، راه انت عرفتي الملح، راه الناس عارفين الذوق في الملح ديالهم. صافي كنزيدو كنخليو داك الشيء، كنخليو المريقات تكون ملبيه في الاخر ديال الوصفه، اللفت والحمص واللحم وبصله مفرومه وشويه سكينجبير والابزار وربيطه ديال غير المعدنوس، يربطوها وشيدوها من بعد. ملي بغاو يرميو الزيت شيدوا هذاك سميتها ذاك المعدنوس. وعاد كيديروا الزبيب، الزبيب كيكون اصلا مسكين على قبل، كيكون تحل الزبيب كيكون تنفخ. وكنرميوه ملي كيكون اختي سناء ملي كتكون المرقه كتلبى كنرميو الزبيب. اذا هذا كيجي على طيبه العسل، معسل. كيطلع واحد الماكله رائعه مع الحمص حلو، هذاك الزبيب ما كنديرو لا سكر لا والو، ولكن طريقه ديال القرفه. هذه قول لي امينه. اصلا كيطلق نعم اختي. هاد الطريقة دابا ديال الطاجين ديال اللفت، هادي ديال أشمن منطقة عندنا في المغرب؟ منطقة فاس. هادي المنطقة ديال فاس، إذا الطاجين ديال اللفت ديال بالحمص وبالزبيب بالطغميرة فاس. أييه غزال تبارك الله عليك. أما هادي أختي سناء إلا جربتيها راه زوينة ديال اللفت، حيت صايبتها واحد السيدة قداني وجربتها حتى أنا لأنها رائعة. تبارك الله عليك. أختي سناء دابا فهمتي كيفاش سميتو؟ اه فهمت فهمت. في الاخر ملي كنزيدوش المرقه كنمرقو في الاول. ومني ملي كنحسو باللفت طاب والحمص طاب كنزيدو عليها الزيت وكنشربو المرقه باش كتختار كتلبى كتولي زوينه بحال معسله. يعني هذاك اللفت ما كيبقاش عاطي مذاق اللفت، اكثريه اللفت المحفور كيجي احسن. اييه اذا من الافضل نديروها باللفت المحفور. شكرا لك. ولكن اختي سناء راني نشكر لك واحد البريوش درتيهم السيمانه اللي فاتت راه زوينين. صوري انا انت كتقولي لي وانا كنهز وكنمشي كنحط بالزربه كان باش نعقل على المقادير. بصحتك وراحتك. وحنايا امينه غادي نقدموا